السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم طلابنا، طلاب اس تي. ان شاء الله هنبدا معاكم محاضره جديده في ماده اصول المحاسبه الماليه او مبادئ المحاسبه زي ما هي موجوده معاكم في الجدول. معاكم الدكتور خالد. ان شاء الله نستمتع على مدار الساعه دي بشرح المحاضره رقم 5 في ماده مبادئ المحاسبه. هنتكلم مع بعض في ماده مبادئ المحاسبه، والنهارده هنشرح وهنتمعن اكتر في الجزء الخاص بميزان المراجعه. الجزء الخاص بميزان الايه؟ المراجعه. طب يا دكتور ثواني بس قبل ما تبدا معايا في ميزان المراجعه، هو انت نبدا المحاضره بس ميزان المراجعه ده تبع ايه؟ تبع الدوره المحاسبيه. طب الدوره المحاسبيه او شغل المحاسب اللي احنا اشتغلنا عليه قلنا ايه؟ قلنا والله انت عندك الدوره المحاسبيه بتاعتك بتتكون من ايه؟ 1 تحليل العمليات، 2 تسجيل العمليات في دفتر يوميه، 3 تصنيف في دفتر استاذ، 4 تلخيص في ميزان المراجعه، 5 توصيل المعلومه المفيده لمتخذ القرارات في شكل ايه؟ في شكل قوائم وتقارير ماليه. طيب تمام، اتكلمنا مع بعض وقلنا علشان نوصل لميزان المراجعه لازم نمر خطوه خطوه بالعناصر اللي فاتت. طيب تعال نفكر كده بعض ونشوف العناصر اللي فاتت كانت عباره عن ايه. اتكلمنا مع بعض وقلنا ايه؟ عشان نوصل خطوه خطوه للعناصر اللي فاتت قلنا التنظيم المحاسبي او الدوره المحاسبيه. التنظيم المحاسبي او الدوره المحاسبيه بيتكلم في اولا دفتر يوميه، 2 دفتر استاذ، 3 ميزان مراجعه. طب انت مش الكلام ده ذكرته لي المحاضره اللي فاتت؟ حصل. انت مش ذكرته لي المحاضره اللي قبلها؟ حصل. انت مش ذكرته لي المحاضره اللي قبل قبلها؟ حصل. طب انت بتعيده عليا ليه؟ لا انا نسيت والكلام متسجل وانا بفهم. انا عايز افهمك ان على قد ما بندي حاجه جديده الجديد مرتبط بالقديم. اذا مساله ان انا افكرك بالجديد او افكرك بالقديم ده انا مش بفكرك بيه، انا بربطك بالقديم، بقول لك خد بالك الجديد مرتبط بالايه؟ بالقديم. الجديد مرتبط بايه؟ بالقديم. فلازم تعرف ان كله مرتبط ببعض. طيب انت دلوقتي هتديني ايه؟ انا اديتك المره اللي فاتت تسجيل في دفتر يوميه وعرفنا ازاي، 2 تسجيل في دفتر ترسيل، 2 الترحيل لدفتر الاستاذ او عمل دفتر الاستاذ وعرفنا بيتعمل ازاي، وقلنا دفتر الاستاذ بيتعمل على خطوتين. ايه هو الخطوتين؟ قلنا عمليه الترحيل وبعد كده عمليه الترصيد. ترحيل يعني برحل وبقفل العناصر بتاعتي، بعد كده الترصيد قصدي برحل وبعد كده الترصيد اللي بقفل العناصر بتاعتي وبكمل الجانب الناقص، وبعد كده بوصل لايه؟ قال لي بعد كده بوصل لميزان المراجعه اللي احنا هنشوفه في انواعه المختلفه. لا ده ميزان المراجعه ليه انواع وليه شغل وليه حاجات هنشتغل فيها دلوقتي لما نتكلم فيه. اول حاجه علشان نيجي نفتكر مع بعض، قال لي تعالى نفتكر مع بعض التمرين اللي انت خدته قبل كده واللي انا لسه واخده المره اللي فاتت واتكلمنا مع بعض. بيقول لك ايه؟ مثال: فيما يلي العمليات التي تمت في محلات النور خلال شهر مايو 2016. بيقول لي في 1/5 اشترى المحل بضاعه قيمتها 10,000 جنيه نقدا، في 2/5 باع المحل بضاعه قيمتها 20,000 جنيه بشيك على البنك، في 3/5 دفع المحل اجور عمال قيمتها 5,000 جنيه نقدا، في 4/5 حصل المحل إيراد شهادات استثمار قيمتها 20,000 جنيه نقدا، في 5/5 اشترى المحل أساسا جديدا قيمته 8,000 جنيه بشيك على حساب البنك، في 6/5 اشترى المحل بضاعة قيمتها 12,000 جنيه من محلات أحمد على الحساب، في 7/5 سدد المحل 4,000 جنيه من الدين المستحق عليه المحلات أحمد بشيك. المطلوب كل اللي فوق دول كنا قايلين دول ايه؟ عمليات. طب المطلوب 1 اجراء قيود يوميه اللازمه لاثبات ما تقدم في دفتر يوميه محلات النور، 2 الترحيل الى حسابات الاستاذ المختصه وترصدها، 3 اعداد موازين المراجعه. طيب موازين المراجعه ايه؟ اللي هو ميزان المراجعه بالمجاميع، ميزان المراجعه بالارصده. ميزان المراجعه بالمجاميع والارصده يعني الاثنين دول تعملهم في دفتر واحد. طب هو انت في الامتحان بيطلب منك الاثنين؟ لا، بيطلب مني ده او ده. ولو الطلب ده طب ليه ده وليه ده؟ مش الاثنين ميزان مراجعه؟ بس ده حاجه وده حاجه. طب يا دكتور اللي جايب لي دول بالاصفر ودول بالابيض، لو تفتكر المثال ده احنا خدناه بالظبط تيبيكال في المحاضره اللي فاتت المحاضره رقم 4، نفس العمليات، وخدنا المطلوب عليه قراءه كود يوميه لاثبات ما تقدم في دفتر يوميه محلات النور، وخدنا الترحيل في حسابات الاستاذ المختص، فخدنا الاثنين دول وحليناهم كويس. ولو رجعت المحاضره اللي فاتت هتلاقينا شرحينهم بالتفصيل. المره دي بيزود الكلام ده على ميزان المراجعه. طيب تعال قبل ما نخش على ميزان المراجعه تعال نعرف هو دور ميزان المراجعه ايه. دور ميزان المراجعه من اسمه ميزان مراجعه. مراجعه يعني بيساعدني ان انا اراجع العمليات والحسابات اللي عندي عشان يعرف انا ماشي صح
ولا ماشي غلط. طب تعالى بما اننا اتكلمنا الكلام ده، تعالى نشوف ونشتغل على العمليات بتاعتك. بص يا جماعه، مبدئيا بمناسبه دفتر يوميه، هو نفس الدفتر اللي احنا خدناه قبل كده ونفس الشكل اللي احنا خدناه قبل كده، فاحنا هنفتكر مع بعض العمليات كنا حلينها ازاي. قلنا دفتر يوميه بيتعمل في شكل جدول، الجدول ده متكون من كذا عمود، العمود الاولاني منه، العمود التالي له، العمود الثالث بيان، بعد كده رقم القيد، رقم المستند، التاريخ. رقم القيد، رقم المستند، التاريخ. طيب، وكان القيد الاولاني بيقول لي من حساب البضاعه لحساب النقديه، لما قلنا شراء بضاعه نقدا 10000 10000، القيد رقم 1، تاريخ 1/5/2016. القيد الثاني كان بيقول من حساب البنك لحساب البضاعه، لما قلنا بيع بضاعه بشيك على البنك 20000 20000، وده القيد رقم 2، 2/5/2016. طب القيد الثالث كان بيقول من حساب الاجور لحساب النقديه 5000 5000، وده القيد رقم 3 في 3/5/2016. طب القيد الرابع كان بيقول من حساب النقديه الى حساب ايراد شهادات الاستثمار، وده القيد لما قال لي تحصيل ايرادات شهادات نقدا، وده 20000 20000، وده رقم القيد 4 في 4/5/2016. طب القيد اللي بعده من حساب الاساس الى حساب البنك 8000 8000، رقم القيد 5 في تاريخ 5/5/2016. طب القيد اللي بعده من حساب البضاعه لحساب الدائنين، لما قال لي شراء بضاعه على الحساب، وادي كده 12000 قدام مني تحت منه، و12000 قدام الى تحت له، والقيد رقم 6 في تاريخ 6/5/2016. طب والقيد الاخير لما قال لي سداد جزء من المستحق اللي هم الدائنين دول، فبدل ما كانوا في الجانب الدائن هيطلعوا فوق في جانب المدينه، هتقول من حساب الدائنين الى حساب البنك، لان البنك هينقص فيجي دائن ب 4000 ب 4000، ويبقى القيد رقم 7 في 7/5/2016. بكده احنا عملنا قيد دفتر اليوميه اللي اوريدي كنا او بالفعل كنا واخدينه قبل كده واشتغلنا فيه قبل كده، وعرفنا ازاي بيتعمل من قبل كده. تعالى بقى نشتغل على اللي بعده. دفتر الاستاذ، لما قلنا الترحيل الى الحسابات الاستاذ المختصه وترصيدها، وكنا واخدين فعلا دفتر الاستاذ قبل كده، فكنا بنعمل دفتر الاستاذ ازاي؟ باخد كل حساب من اللي فاتوا، البضاعه واعملها دفتر الاستاذ لوحده، النقديه لوحده، البنك لوحده، البضاعه لا خلاص طالما عملتها مره ما يتكررش، الاجور لوحده، النقديه خلاص طالما عملتها مره ما تتكررش، النقديه خلاص، ايرادات شهادات استثمار تتعمل لوحدها، الاساس تتعمل لوحدها، البنك لا خلاص لانه اتعمل قبل كده، البضاعه لا لانه اتعمل قبل كده، الدائنين تتعمل، الدائنين لا انا اتعمل قبل كده، والبنك لا لانه اتعمل قبل كده. تعالى نعمل، تقول له حساب البضاعه في النص، بقسم الصفحه على شكل حرف تي، في الجانب اليمين منه، في الجانب الشمال له، تحت منه، ادي كده ده المبلغ، فتقال هنا الى حساب النقديه الى حساب الدائنون، وهنا من حساب البنك ب 20000. طب المجموع ده 22000، يبقى لازم ده 22000. طب 22000 ده فوق 20000 بس، قال لي تضيف ال 2000 دول وتكتب من حساب الرصيد. من ليه؟ لانه ده تحت له، فطالما تحت له يبقى من حساب رصيد او رصيد مرحل مدين. مدين ليه؟ لان جانب المدين اكبر من جانب الدائن. طب النقديه، هتكتب حساب النقديه في النص، تحت منه هيتقال الى حساب ايرادات شهادات، الى حساب ايرادات شهادات ب 20000. طب تحت له من حساب البضاعه، من حساب الاجور. طب المفروض ده اجمالي 20000 وده 20000، طب ده فوق 15 بس، 15 يتحط ال 5000 الزياده ويتقال من حساب رصيد، يتقال ايه؟ من حساب رصيد او رصيد مرحل مدين، لان جانب منه اكبر من جانب له. طب البنك، يتكتب حساب البنك في النص، وهنا منه وهنا له، اسم الصفحه على شكل حرف تي، هنا منه وهنا له. طيب تحت منه يتكتب الى حساب البضاعه. طب تحت له يتقال من حساب الاساس ومن حساب الدائنين. طب لما تيجي تشوف المجموع هتلاقي هنا 20000، طب ده لازم يبقى 20000، طب فوق 8000 و4000 يبقى 12000. طب ال 8000 ده الرصيد، تقول من حساب الايه؟ الرصيد او رصيد مرحل مدين. طب هنا حساب الاجور، هتقسم الصفحه نصين على شكل حرف تي، هنا منه وهنا له، ادي المبلغ بيان، مبلغ بيان، يبقى الا حساب النقديه هيتحط تحت منه ب 5000، وادي له مفيش، يبقى المفروض 5000 قد ال 5000، يبقى هنا منه يتحط ال 5000 رصيد مرحل ايه؟ مدين. ايراد شهادات تتكتب في النص، هنا منه هنا له، تقسم الصفحه نصين على شكل حرف تي، هنا من حساب النقديه يتحط تحت له ب 20000، طب تحت منه فاضي، يبقى يتحط ال 20000، لان المفروض 20000 قد ال 20000، يبقى ال 20000 هتتحط هنا برصيد مرحل دائن، لان الجانب الدائن اكبر من جانب المدينه، يبقى رصيد مرحل دائن. طيب الاساس برضه هيتكتب بحساب الاساس في النص شكل حرف تي، نقسم الصفحه نصين على شكل حرف تي زي ما احنا قلنا، هنا منه وهنا له، الاساس هتقول الى حساب البنك ب 8000. طيب
الجنب ده فاضي يبقى المفروض 8000 قد ال 8000 اللي هي بالاحمر دوت، يبقى هتكمل الجنب ده تقول 8000 من حساب رصيد او رصيد مرحل مدين، لان الجانب المدين اكبر من الجانب الدائن. طب حساب الدائنين في النص هتكتبه، ترسم الصفحه على شكل حرف تي، هنا منه وهنا له. الدائنون هتقول له هنا الى حساب البنك ب 4000، وهنا من حساب البضاعه ب 12000، المفروض 12000 قد ال 12000. طب ازاي ده فوق 4000 بس، يبقى في 8000، 8000 هيبقى الى حساب الرصيد او رصيد مرحل دائن، يعني الجانب ده اكبر من الجانب ده ب 8000. اتفقنا يا جماعه؟ بكده يبقى احنا عملنا ايه؟ دفتر اليوميه وسجلنا فيه الحسابات اللي عندي، وسجلنا فيه العمليات اللي عندي في دفتر اليوميه، ودلوقتي رايحين لدفتر الاستاذ، والمفروض ان احنا عملنا دفتر الاستاذ ورصدنا ورحلنا الحسابات اللي في دفتر اليوميه، وبعد كده رصدناها ووصلنا للنهايه في دفتر الاستاذ. كده بقى نخش مع بعض على ميزان المراجعه. وفي ميزان المراجعه زي ما انت عارف قلنا في فرق ما بين ميزان المراجعه بالارصده وميزان المراجعه بالمجاميع. تعال نخش على الدرس الجديد اللي هو ميزان المراجعه. ايه هو ميزان المراجعه؟ لو تفتكر كده قلنا مراجعه يعني بيراجع الحسابات، وبيشوف من اسمه كده ميزان مراجعه. مراجعة نمسك الأول كلمة مراجعة، مراجعة يعني بيراجع الحسابات وبيشوف إذا كانت العمليات اللي أنا شغال عليها واللي أنا عاملها صح ولا غلط. طيب بعرف إزاي بقى إذا كانت العمليات اللي شغال عليها صح ولا غلط؟ لما بتعمل ميزان المراجعة، قال لي من كلمة الميزان، من كلمة الإيه؟ الميزان. يعني إيه كلمة الميزان؟ من ميزان كده، ميزان يعني عدل، والاتنين لازم يبقوا قد بعض. قال لي آه، أنا لما باجي أعمل ميزان مراجعة بعمل جنبين، بعمل جنب مدين وجانب دائن. اه لو الاثنين طلعوا قد بعض يبقى اذا انا ماشي صح، اما لو الاثنين طلعوا مش قد بعض يبقى انا ماشي غلط. يبقى فهمت ازاي ميزان المراجعه ايه فايدته؟ مراجعه يعني بيراجع وريني الصح من الغلط. طب بعرف ازاي اذا كان صح من غلط؟ من كلمه الميزان، اللي الجنبين لو قد بعض يبقى انا صح، لو مش قد بعض يبقى انا ايه؟ غلط. طب ما تيجي نشوف. قال لي ايه هو ميزان المراجعه؟ قال لي خد بالك من نوعين، عندك ميزان مراجعه بالارصده وعندك ميزان مراجعه بالمجاميع. ميزان مراجعه بالارصده يعني بيشتغل على ارصده بس، بالمجموع بيشتغل على المجموع كله. ازاي هنشوف ده ونشوف هنشوف ده؟ قال لي طب تعالى نبدا بميزان المراجعه بالارصده. قال لك هو عباره عن كشف يتضمن خانتين اساسيتين، حيث تظهر في الخانه الاولى ارصده حسابات الاستاذ المدينه، وتظهر في الخانه الثانيه ارصده حسابات الاستاذ الدائنه، ولا بد من التوازن بين مجموع الخانتين، توازن يعني تساوي بين مجموع الخانتين كأساس للحكم على صحة عمليات القيد والترحيل والترصيد. يعني علشان أعرف إن أنا الدفتر اليومية بتاعي صح ودفتر الأستاذ بتاعي صح وميزان المراجعة بتاعي صح، لازم الجنبين يكونوا قد بعض. مين الجنبين؟ اللي هم الخانة الأولى والخانة الثانية. الخانة الأولى اللي هي أرصدة حسابات الأستاذ المدينة، والخانة الثانية اللي هي أرصدة حسابات الأستاذ الدائن. تاني، ميزان المراجعة بالأرصدة هو عبارة عن كشف يتضمن خانتين أساسيتين، حيث تظهر في الخانة الأولى أرصدة حسابات الأستاذ المدينة، وتظهر في الخانة الثانية أرصدة حسابات الأستاذ الدائنة، ولا بد من التوازن بين مجموع الخانتين كأساس للحكم على صحة عمليات القيد والترحيل والإيه والترصيد. طب تعال نشوف الدورة المحاسبية تاني اللي معايا. قال لي عندك حدث مالي، عملية مالية بتتحلل فبتبقى مستند، يبقى حدث مالي عملية مالية بيحصل لها تحليل في المستند. المستند ده والعملية المالية دي، يبقى العملية المالية بيحصل لها تحليل فين؟ في المستند. طب العملية المالية دي بعد ما بتتحلل بتحصل ايه؟ تسجيل في دفتر اليومية. يبقى بيحصل لها تسجيل فين؟ في دفتر اليومية. طب دفتر اليومية ده بيعمل له ايه؟ تصنيف. طب والتصنيف ده بيتم فين؟ في دفتر الأستاذ. طب دفتر الأستاذ ده بيعمل له ايه؟ تلخيص ومراجعة. طب والتلخيص المراجعة ده بيكون فين؟ في ميزان المراجعة. طب وبعد ما بعمل ميزان المراجعة، في نهاية كل فترة مالية يتم إعداد التقارير والقوائم الإيه؟ المالية. إذا يبقى الحدث المالي ده بيلف. الحدث المالي ده ماله؟ بيلف، وهو ده عبارة عن الدورة المحاسبية. الحدث المالي والعملية المالية دي بيتحلل في المستند، والحدث المالي ده بعد ما بيتحلل بيتسجل في دفتر يومية. طب الحدث المالي ده بعد ما بيتسجل في دفتر يومية بيتصنف في دفتر الأستاذ. طب بعد ما بيتحلل وبيتسجل وبيتصنف بيتلخص ويتراجع في ميزان المراجعة. طب بعد
في نهاية الفترة بقى بيوصل للتقارير والقوائم المالية، يطلع لك معلومة مفيدة يقول لك اتفضل استخدمه. طيب الدورة المحاسبة بقى، دورة المحاسبة بقى، قال لك دورة المحاسبة ايه؟ الخطوات هي واحد، حدوث عملية مستند فواتير او كشف اجور والكلام ده. بحدوث الخطوات بتاع الدورة المحاسبية قال لك اول حاجة هي ايه؟ ان تحصل العملية، تحصل الايه؟ العملية فين؟ بالمستند. اتنين بقى، من واقع المستندات يتم تحديد المدين والدائن واثباته باليومية. يعني بحلل العملية بقى لطرفين زي ما خدناها في تاني محاضرة، كانت بنحلل ايه العملية؟ للطرف المدين وللطرف الايه؟ الدائن، وبثبته في دفتر مين؟ اليومية. بثبته يعني بسجله في دفتر اليومية. رقم ثلاثة، برحل من قيود اليومية او برحل قيود من اليومية الى الحسابات المختصة بالاستاذ اول باول. يبقى رقم ثلاثة، برحل القيود من اليومية الى الحسابات المختصة بالاستاذ اول بايه؟ باول. طب رقم اربعة، قالك في نهاية الفترة يتم ترصيد كل حساب الاستاذ ويتم اعداد كشف ميزان الايه؟ المراجعة. يبقى بعد ما بعمل دفتر استاذ في نهاية الفترة يتم ترصيد كل الحساب بالاستاذ وبيتم اعداد كشف ميزان الايه؟ المراجعة. طب ميزان المراجعة ده بقى شكله عامل ازاي؟ قالك صور ميزان المراجعة، ممكن بالمجاميع، ممكن بالأرصدة، ممكن بالمجاميع والأرصدة معا. يبقى ميزان المراجعة بيتعمل في شكل في ثلاث أشكال، بالمجاميع أو بالأرصدة أو بالمجاميع والأرصدة إيه معا. طيب ميزان المراجعة بالمجاميع، نمشي واحدة واحدة. بيقول لك ميزان المراجعة بالمجاميع يعني كشف يتضمن مجموع جانب له ومجموع جانب منه لكل حساب من حسابات الأستاذ. يبقى ميزان المراجعة بالمجاميع بيقول لك إيه؟ هو كشف بيتضمن مجموع جانب له اللي هو الدائن، ومجموع جانب منه اللي هو المدين لكل حساب من حسابات الاستاذ. هو ده ميزان مراجعه بالمجاميع. يبقى بيتضمن ايه؟ المجموع. بيتضمن ايه ميزان مراجعه بالمجاميع؟ مجاميع بيتضمن المجموع، خد بالك من دي. اما ميزان وركز قوي علشان ممكن تيجي لك بابل شيت. ميزان مراجعه بالمجاميع مجموع، مجموع مين؟ جانب له وجانب منه. اما ميزان المراجعه بالارصده، ميزان مراجعه بالايه؟ بالارصده. قال لك يتضمن الارصده المدينه والدائنه لكل حساب من حسابات الاستاذ. يبقى ميزان المراجعه بالارصده بيتضمن ايه؟ الارصده المدينه والدائنه لكل حساب من حسابات الاستاذ. يبقى بالارصده بيتضمن الايه؟ الارصده سواء مدينه ودائنه لحسابات الاستاذ. يبقى الارصده بيتضمن الارصده سواء مدينه ودائنه لحسابات الاستاذ. ميزان المراجعه بالمجاميع والارصده معا بيتضمن الاثنين معا. يبقى ميزان المراجعه بالمجاميع والارصده معا بيتضمن الايه؟ الاثنين معا، سواء كان المجاميع اللي هو المجموع او الارصده اللي هو الأرصدة المدينة والدائنة. الاتنين بيتحطوا على بعض بيبقى ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة معا. طب تعالى نشوف ميزان المراجعة بالمجاميع بيتحط ازاي. قال لي فاكر اللي احنا خدناه قبل كده دفتر الأستاذ؟ قال لي اه. بيتعمل ازاي ميزان المراجعة بالمجاميع؟ واحدة واحدة كده. ادي جدول اهو بيتكون من ثلاث أعمدة. العمود الأولاني بيبقى اسمها مجاميع منه اللي هي المدينة، والعمود الثاني مجاميع له اللي هو الدائنة، والعمود الثالث اسم الحساب. اسم الحساب يبقى جميع منه اللي هو المدينه، وجميع له اللي هو الدائنه، واسم الحساب. اسم الحساب ده بجيب ايه؟ اسم الحساب ده بجيب اسماء الحسابات اللي انا عملتها في دفتر استاذ. طب وانت عملت دفتر استاذ لمين؟ لحاجات كتيره، للبضاعه، للخزينه، للبنك، للاجور، ايرادات شهادات الاستثمار، الاساس الدائني. يبقى اذا اسم الحساب ده بحط ايه؟ بحط كل اسماء الحسابات. بعض منهم لا، شويه منهم لا، بحطهم كلهم. كل دفتر استاذ عملت له او كل حاجه عملت لها دفتر استاذ بجيب اسم دفتر الاستاذ ده واحطه في تحت اسم الحساب. يبقى اسم دفتر الاستاذ ده اللي هو اسم الحساب اللي اتعمل له دفتر استاذ واجيبه واحطه تحت مين؟ تحت اسم الحساب. طب يبقى خلاص اسهل حاجه عملتها اسم الحساب. تعال نشوف بقى مجاميع منه بيتحط في ايه ومجاميع له بيتحط في ايه. سهله جدا، لو رجعت كده مجاميع منه لو تفتكر معايا، ادي حساب البضاعه. قال لي ماله؟ مجموع الجانبين ايه؟ ما هو ده جانب منه وده جانب له. مجموع جانب منه كان 10000 و12000، يبقى كده كام؟ 22000. طب مجموع جانب له البنك ب 20000 والرصيد. قال لك لا، سيب ده، ده انت اللي حطه اللي هو من حساب الرصيد، حطه عشان الاثنين يبقوا قد بعض. طالما
انت هنا مش هتروحها لرصيد، انت هنا بتروحها للمجاميع بس. يعني انا ايه، انا بشيل الجانب اللي انا مكمله ده، بشيل الحاجه اللي انا مكملها، يبقى اذا مجموع جانب منه كان 10000 و12000 و22000، اما مجموع له كام 20000، يبقى يتحط ال 20000، يبقى مجاميع منه اللي هو المدينه يتحط 22000، مجاميع له الدائنه يتحط كام 20000 بس. طب النقديه يتحط قدامها ايه؟ قال لي في جانب منه يتحط ال 20000. طب في جانب له، قال لي لما اشيل من الرصيد دي يبقى 10000 و5000 يتحط ال 15000 بس، يبقى هنا يتحط 20000 وهنا يتحط 15000 بس. طب البنك في جانب منه يتحط ال 20000، طب في جانب له 8000 و4000 12000، وشيل بتاع من الرصيد ده يتحط بس ال 12000. طب الاجور، الاجور هيتحط في جانب منه ال 5000، طب في جانب له مفيش، يبقى مش هتحط حاجه. طب يا دكتور 5000؟ قال لي لا دي من الرصيد، دي ما تشال ما تحطش. طب ايرادات الشهادات في جانب منه مفيش، مش هتحط حاجه. طب في جانب له هيتحط ال 20000، في جانب له يتحط كام؟ ال 20000. طب الاساس في جانب منه هيتحط 8000، لان 8000. طب في جانب له مش هتحط حاجه. طب الدائني في جانب منه هيتحط 4000، في جانب منه هيتحط كام؟ 4000. طب في جانب له مش هيتحط حاجه خالص. لا انا اسف، في جانب منه هيتحط ال 4000، طب في جانب له هيتحط 12000. طب يا دكتور ال 8000 اللي هي الرصيد دي مش هتتحط، لان دي الرصيد ده اللي انت ضايفه عشان يكمل الجنبين مع بعض، يبقى هيتحط ال 4000 و12000 بس. لما تيجي تراجع كده يبقى البضاعة تحط 22000 و20000، دي تحت منه ودي تحت له الدائنة. الخزينة تحط 20000 تحت منه، مجاميع منه المدينة، وتحت له الدائنة تحط 15000. البنك اتحط 20000 هنا و12000 هنا زي ما احنا قايلين. الأجور هيتحط 5000 هنا بس، هنا لأ. إيرادات الشهادات هيتحط 20000 هنا، هنا لأ. حساب الأساس هيتحط هنا 8000 وهنا لأ. حساب الدائنين هيتحط هنا 4000 وهنا 12000. طب النهاية، النهاية لازم تجيب المجموع. أنهي مجموع؟ مجموع الجانب من مجاميع منه اللي هو المدينة لوحدها، ومجموع مجاميع منه اللي هي الدائنة الإيه لوحدها. لما أجي أجمع ده 22000 زائد 20000 زائد 20000 زائد 5000 زائد 8000 زائد 4000 هيطلع كام؟ 79000. هيطلع كام؟ 79000. طب لما تيجي تجمع له ده 20000 زائد 15000 زائد 12000 زائد 20000 زائد 12000 هيطلع المجموع ده كام؟ 79000. إذا ده قد ده، ده قد ده، يبقى انت كده صح، ميزان المراجعه بتاعك صح، ودفتر الاستاذ تبدا بقى من ورا لقدام، ودفتر الاستاذ بالتالي بتاعك صح، سواء كانت عمليه الترحيل او عمليه الترصيد، وبالتالي يبقى القيود اليوميه اللي انت مسجلها في الاول ايه صح، بالتالي يبقى انت حللت الاساس ان الطرف المدين والطرف الدائن صح. يبقى ميزان المراجعه ده لما بيطلع معاك صح بيعرفني ان انا كل اللي حليته قبل كده صح واستاهل الدرجه النهائيه. اتفقنا يا جماعه؟ قال لي اه اتفقنا. يبقى انت بتعلم لنفسك. ده ميزان مراجعه بالمجاميع. ميزان المراجعه بالارصده بقى، ميزان مراجعه بالمجاميع لو كنت تفتكر كنت بقول لك ايه؟ مجاميع منه اللي هي مدينه، مجاميع له دائنه اسم الحساب. طب ميزان مراجعه بالارصده اسم الحساب هو برضو جدول بيتكون من ثلاث خانات، اسم الحساب هو وبيتكتب هم نفس اسماء الحسابات اللي انت عامل لها دفتر استاذ كلهم، بضاعه، خزينه، بنك، اجور، شهادات استثمار، اساس ديني. طب يا دكتور ده هناك بالمجاميع، مجاميع زي ارصده اسم الحساب بيكتب هو. امال الفرق ليه؟ لو تفتكر هناك كنت بقول مجاميع مدينه او مجاميع منه ليه مدينه، هنا ما بتقولش مجاميع منه، بتقول ارصده مدينه، ارصده بتجيب الارصده بس. طب هناك كنت بقول مجاميع دائنه، هنا بتقول ارصده دائنه. يبقى هناك كنت بتجيب المجاميع لكن هنا بتجيب الايه؟ الارصده. هناك كنت بتجيب المجاميع لكن هنا بتجيب الايه؟ الارصده بس. اتفقنا يا جماعه؟ قال لي اه اتفقنا. طب هناك كنت بجيب المجاميع، فكنت ممكن في بعض الحاجات لو في مجموع جانبين بحطهم حتى لو مش قد بعض، يعني المدينه بحطها 22000 والدائنه 20000، دي 20000 ودي 15000 وهكذا. لكن في الارصده بقى، في الارصده انا ما بكتبش المجاميع دي، انا بكتب ايه؟ انا بكتب الرصيد المرحل بس. بكتب الايه؟ الرصيد المرحل بس. يعني لو تفتكر ان كان اللي فات خالص هنا اول حساب كان حساب البضاعه، كان عندي ده الجانب ده ما فيهوش رصيد مرحل لان في نقديه ودائنين. طب الجنب ده كان فيه رصيد مرحل لان كان في بنك وفي رصيد مرحل ب 2000 جنيه، كان في كام رصيد مرحل ب 2000 جنيه؟ طب رصيد المرحل ده ايه؟ مدين. طالما مدين يبقى يجي تحت مين؟ تحت منه. طالما مدين يبقى يجي تحت مين؟ تحت منه. يبقى اذا تحت منه اجي كاتب تحت الارصده المدينه 2000 جنيه. طب الناحيه الثانيه النقديه، النقدية
اللي هي ده. قال لي ماشي النقدية في هنا رصيد مرحل تحت منه؟ لا. طب الرصيد مرحل تحت له؟ قال لي اه في كام؟ 5000. يبقى رصيد مرحل مدين بدي يجي تحت منه 5000 وهكذا. والبنك نفس الكلام تحت منه مفيش، تحت له رصيد مرحل، تحت له مدين ب8000. طيب والأجور هنا مفيش تحت منه، لكن هنا في رصيد مرحل مدين يبقى اجي تحت الأرصدة المدينة وكاتب 5000. طب إيرادات الشهادات هنا في رصيد مرحل اهو لان هنا مفيش، بكام؟ ب20000. يبقى اجي تحت الأرصدة الدائنة وكاتب 20000 قدام إيرادات الشهادات. طب الأساس قدام الرصيد المرحل مدين قدامه في اللي تحت الأرصدة المدينة 8000 وهكذا. الدائني مفيش رصيد مرحل هنا، هنا في رصيد مرحل ب8000، رصيد مرحل دائن يبقى قدام الدائنين تحت الأرصدة الدائنة اجي كاتب 8000 وهكذا. تعالى شوف كده، ادي حساب البضاعة ال 2000 تتحط تحت أرصدة مدينة لأن ده رصيد مرحل مدينة. الخزينة تحط تحت أرصدة مدينة 5000 لأن ده رصيد مرحل مدينة. البنك تحط تحت أرصدة مدينة 8000 لأن ده رصيد مرحل مدينة. الأجور نفس الكلام 5000 تحت أرصدة مدينة رصيد مرحل مدينة. 20000 تحت أرصدة دائنة، أساس تحت أرصدة مدينة 8000، دائنين تحت أرصدة دائنة 8000. طب لما تيجي تجمع بقى إيه اللي هيحصل في المجموع؟ قال لك برضو لما أجي أجمع هتلاقي 2000 و5000 و8000 و5000 و8000 28000. طب الناحيه الثانيه 20000 و8000 28000. ايه ده؟ ده الاثنين قد بعض. الاثنين قد بعض. طب انا كده يبقى اللي ما هو صح، ما هو برضو حتى لو عملت ميزان المراجعه بالارصده لازم الجنبين يكونوا قد بعض، لازم الجنبين يكونوا قد بعض، الارصده المدينه قد الارصده دي. ايوه دكتور بس في المجاميع كان ده 79000 وده 79000. ما هو طبيعي، طبيعي ان في المجاميع يكون المجموع اكتر لان انت بتاخد المجموع مش بتاخد الفرق بس اللي هو رصيد المرحل، وطبيعي ان في الارصده يبقى المجموع اقل لان انت بتاخد الفرق بس اللي هو الرصيد مش بتاخد المجموع كله. بس اللي يهمني ايه؟ اللي يهمني ان في المجاميع الجنبين قد بعض، 79000 قد 79000. واللي يهمني ان في الارصده الاثنين قد بعض، 28000 قد 28000. بس هو ده اللي يهمني. اتفقنا يا جماعه؟ قال لي اتفقنا. طب تعالى نشوف ميزان المراجعه بالمجاميع والارصده هتعمل ايه. قال لي اللي انت عاملهم دول ده بسبب المجاميع او ده سبب الارصده؟ قال لي جمعهم في دفتر واحد. هتكتب هنا اسم الحساب هينزل مره واحده تمام، وهتكتب هنا دي المجاميع ودي الارصده. المجاميع تحتها مجاميع مدينه دائنه او منه لو، ارصده تحتها ارصده مدينه ارصده دائنه. وانقل بقى في حساب البضاعه كان هنا 22000 كان هنا 20000 في المجاميع الخزين. طب اما في الارصده كان ال 2000 بس محطوطه في المدينه، ولو تفتكر 22000 تعالى بص اعملها كده بالفرق عشان تعرف انت ماشي صح ولا غلط. انا مش هرحل لك من دفتر الاستاذ، انا هقول لك كده مش بالمجاميع 22000 مدينه؟ قال لي والدائنه ب 20000. طب ما كده الفرق كام؟ 2000 لصالح مين؟ المنو اللي هي المدينه تتحط هنا تحت الارصده المدينه. طب تعال نشوف الخزينه كانت ب 20000 و15000. طب 20000 في جانب مدين و15000 في جانب له، يعني المدين زياده ب 5000 يتحط هنا تحت ارصده مدين في الارصده. طب تعال نشوف البنك، البنك ب 20000 تحت منه و12000 تحت له، يعني الجانب منه والمدين زياده ب 8000 يتحط تحت ارصده مدينه 8000. طب الاجور جانب منه ب 5000 جانب له مفيش يتحط تحت ارصده مدينه ب 5000. طب ايرادات الشهادات جانب له ب 20000 منه مفيش يبقى اذا دلوقتي يتحط تحت الارصده الدائنه ب 20000. طب حساب الاساس جانب منه 8000 له مفيش يبقى اذا يتحط في ارصده المدينه ب 8000. طيب المجاميع هنا ب 4000 وهنا ب 12000 يبقى ارصده مدينه مفيش، ارصده دائنه ب 8000، محلات احمد هو الفرق بين الاثنين ده محلات احمد 8000. يبقى اذا المجاميع ده 79000 ده 79000 والارصده ده 28000 28000 اللي هو مجموع ده ومجموع ده زي ما احنا كنا واخدين قبل كده. يبقى انا ماشي ايه صح. يبقى احنا دلوقتي عملنا ايه؟ يبقى احنا دلوقتي فهمنا ازاي بنعمل ميزان المراجعه بالمجاميع وبالارصده، وعن طريق عملته عن طريق دفتر الاستاذ، وعملته عن طريق ميزان او عن طريق ودفتر الاستاذ عملته عن طريق دفتر اليوميه. تعال نشوف بقى مثال 2. المثال اللي فات كان مديني دفتر يوميه وقال لي اداني مثال كبير وطلب مني دفتر يوميه ثم دفتر استاذ ثم اعمل منهم ميزان مراجعه. طب ممكن يجيب لي بقى
انا هسألك سؤال على ميزان مراجعة على طول وش كده؟ اه ممكن. هجيب لك واقول لك اعمل لي ميزان مراجعة على طول؟ اه سهل. طب ازاي؟ يجيب لي المثال ده يقول لي ايه؟ في ما يلي ارصدة حسابات الاستاذ المستخرجة من دفاتر محلات الامل، ومديني ارصدة اهي 10,000 اراضي، 15,000 مباني، 5,000 اساس، 10,000 بضاعة، 5,000 اجور، 8,000 ايجار، 5,000 محلات هشام مدينة، 12,000 محلات جمال دائنة، 8,000 قرض البنك الاهلي، 2,000 اوراق مالية، 40,000 رأس مال. ويطالب مني يقول لي ايه؟ اعمل ميزان مراجعة. طب انا عندي يا دكتور ميزانين مراجعة، ميزان مراجعة بالارصدة وميزان مراجعة بالمجاميع، هعمل انهي واحد فيهم؟ سؤال حلو، سؤال حلو من طالب ذكي، سؤال جميل. طب بما انك ذكي اسيبك تفكر كده وتقول لي هعمل انهي واحد فيهم؟ غلط. اللي قال بالمجامع غلط. ليه؟ لان ميزان المراجعه اللي هيتعمل هنا بالشكل ده هو ميزان المراجعه بالارصده لسببين. السبب الاولاني السهل، في حاله انه ما يحددلكش انا عايز ميزان مراجعه نوعه ايه، اعمله بالارصده. يبقى السؤال الاولاني، في حالة انه ما يحددلكش انا عايز ميزان مراجعة نوعه ايه، اعمله بالارصدة واخلص. ادي ده السبب الاولاني. السبب التاني، لما يجيب لي قدام كل عنصر من العناصر رصيد واحد بس، اعمله ميزان مراجعة بالارصدة وانت مغمض عينك. يبقى لما يجيب لي كل عنصر من العناصر دي رصيد واحد بس، اعمله ميزان مراجعة بالايه، بالارصدة. لان في ميزان مراجعة بالمجاميع كان لازم هيجيب لك مجاميع، فلازم اغلب العناصر يكون قدامها مجاميع مدينة ومجاميع دائنة. طب بما انه هو جايب لي هنا الرصيد بس وبيقول لك اليك ارصده الحسابات الاستاذ المستخرجه، طالما ارصده حسابات الاستاذ المستخرجه يبقى هو مستخرج ايه؟ الرصيد بس. طب طالما الرصيد بس يبقى عاوز ميزان مراجعه بالايه؟ بالارصده. طب تعال نشوف الحل، بيقول لك ايه؟ هنا نلاحظ انه لا توجد لدينا حسابات استاذ نفسها، حيث يمكن تحديد نوع ارصده حسابات الاستاذ، وبالتالي يمكن اعداد ميزان مراجعه مثل المثال السابق، ولكننا يمكن اعداد ميزان مراجعه في مثل هذه الحاله بتطبيق القاعده التاليه. الارصده بقى بيقول لي ايه؟ الارصده لازم احفظ بقى. طب يا دكتور مين احطه تحت الارصده المدينه ومين احطه تحت الارصده الدائنه؟ ما هو انا كان في ميزان المراجعه لما كان عندي رصيد مدين مرحل مدين كنت بحطه تحت ارصده مدين، ولما كان الرصيد مرحل دائن كنت بحطه تحت الارصده الدائنه. هنا بقى احط مين تحت المدين ومين تحت الدائن؟ قال لي خد القاعده دي، خد في وشك القاعده دي. القاعده دي بتقول ايه؟ ان الارصده اللي انت خرجتها دي ارصده، يعني اقصد بقى كل الارصده دي، الأرصدة دي منها جزء مدين ومنها جزء دائن. احفظ بقى، وده قاعدة تتحفظ، مين اللي مدين ومين اللي دائن؟ الأرصدة المدينة زي الأصول، زي المصروفات، زي المسحوبات. يبقى أي نوع هيجي لي من الأرصدة يخص أو تبع الأصول أو تبع المصروفات أو تبع المسحوبات، تعرف إنه أرصدة مدينة، تعرف إنه إيه؟ أرصدة مدينة. أما أي نوع، أما الأرصدة الدائنة زي مين؟ زي الخصوم أو الإيرادات أو رأس المال، زي الخصوم أو الإيرادات أو إيه؟ رأس المال. أي نوع يخص الخصوم أو يخص الإيرادات أو يخص رأس المال يبقى حوله تحت مين؟ الأرصدة الدائنة. هودي تحت مين؟ الأرصدة الدائنة. اتفقنا يا جماعة؟ يبقى دي أرصدة مدينة، دي أرصدة دائنة، يبقى دي كده أرصدة مدينة، أصول، مصروفات، مسحوبات، أرصدة دائنة، خصوم، إيرادات، إيه؟ رأس مال. ميزان المراجعة. طيب، طب بناء على الكلام اللي احنا فات دي يبقى احنا هنعمل ايه؟ يبقى احنا هنصنف كده، الاراضي دي اصول يبقى ارصده مدين، المباني اصول ارصده مدين، 5,000 اساس اصول ارصده مدين، البضاعه اصول ارصده مدين، الاجور مصروفات ارصده مدين، الايجار مصروفات ارصده مدين، محلات هشام مدينه، هو ايه اللي مدينه؟ بحطها تحت مدين، محلات جمال دائنه احطها تحت الدائن، قرض البنك الاهلي خصوم والخصوم دائنه ارصده دائنه، 2,000 أوراق مالية، أوراق المالية أصول أرصدة مدينة، رأس الماء خصوم يبقى أرصدة دائن. تعال نشوف، نلاحظ تواجد توازن داخلي ميزان المراجعة سواء بالمجاميع أو الإيه؟ أو الأرصدة. وهذا التوازن ما هو إلا نتاج منطقي لفكرة الإزدواج التي تأسس عليها عملية تحليل الأحداث الإيه؟ المالية، وإن نقطة البداية في إعداد الحسابات الختامية وتصوير المركز المالي هي الأرصدة بميزان مين؟ المراجعة. تعال نشوف الكلام اللي احنا هنشتغل. فهنا الموضوع دوت بناء على الحل اللي احنا خدناه،
هسيب لكم التمرين دوه تحلوه، وان شاء الله نبدا المحاضره الجايه بحل التمرين دوه، واشوفكم في درس جديد ومحاضره جديده. كان معاكم دكتور خالد عصام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.